البرنامج توفرت فيه عناصر كتير جدا محترفة، وعشان كده بقالنا فترة بنحضر لبرنامج كبير ينطلق من قناة ميسات لقلبكم مباشرة. إن شاء الله هتشوفوا برنامج تعتزوا به. الإنسان البسيط اللي عايش يوم بيوم هو ده محور اهتمامي، وأي قضية بناقشها بيبقى في بالي دايما الإنسان ده شايفها إزاي وعايز منها إيه. أتمنى إن احنا كلنا نتفق على إن كل واحد يعمل شغله بكل اجتهاد بكل إخلاص، ومن مجموع الحب والإخلاص الوطن كله هيتقدم لقدام. إيهاب صبري.